مرسي بوكو مرسي بوكو مرسي بوكو عزي عزيتي بيفنو في الميتو نميرو دو متاع النميسيون وتوا توت سويت باش نستقبلوا بعضنا انفيتي خطير وخطير جدا وربما اخطر حتى من لوتشو العبدلي بما انه بطل العالم بدون منازع في الشلابق بكل اصنافه هو حاليا معاقب من الفيدراسيون اللي حكمت عليه عامين ما يقعدش على البنك هذاك علاش قاعد يراني بالكيت تقولش عليه عدي ويفسكي في الباك ولا تقولش عليه ليش من حامد يحب يحكم في تونس بسكايب ركتومون نستقبلوا بعضنا لوسيو لو فوزي لو بنزارتي مسيو فوزي أهلا وسهلا بك نورت النوميسيون مرحبا بك أما بعد لطفي عبد اللي جبني أنا شو مشكلة سي لطفي شو مشكلة أنت عايز سي لطفي أنا قلت عايز سي لطفي واحد فوزي بنزرتي سي سوري بريمورمون سي فوزي حبيت نقول لك أهلا وسهلا بك وحبيت نقول لك شبيكم أنتم المدربين ما تقرفوش ما تعملوش اعتصام لدرجة هذه شيخين أموركم هانية وعندكم فريكونتاسيون وي تيار ريزون بارفيتمون ريزون خاطر معناتها الكور دونترونور توت لا مانيير ما نقول لك حاجه الا معناتها الكور دونترونور نكزيست با دون لا كونستيتيون تونيزيان ما فماش مهنه اسمها مدرب تونسي ما فماش مهنه اسمها معناتها لاعب محترف بطاقه تعريف شنو عندك مهنه مثلا ما فيش شو فارغه في جيره المهنه حاطين بلاصه بطاقه تعريف استاذ نتاع تربيه بدنيه ورياضيه لا اكثر ولا اقل اما المهنه نتاع مدرب ان اكزيست با في الكونستيتيون نتاع تونس اش تحبني نقول لك معناتها مش موجوده معناتها كوم لي زونترنور معناتها بلا تونيزي ان اكزيست با يكون كل مجموعه الدستور تصور في بالك معناتها مدربين ما عندهمش مهنه ما عندهمش مهنه مش أستاذ ومعلم وجسارة وادميستراتور اتسترا أنا باسا دونك ما تعايشين عليها مش هذا الموضوع وبعدها ما تصير تماما وجيك الفيسك يقولك لا أنت قضيت كذا وكذا ما ينساو إلا أنا ما خدمتش كذا وكذا فتطردوني جمعية كذا وكذا فتلاف تحصيله بكلها مش معناها سي فوزي حسب ما فهمت وحسب المهنة اللي عندك في بيتك تعريف أنت تابع وزارة التربية أنا مستيف تربية بدنية ورياضية معنى وزيرك وانا جي جلول لا شنو لنا وزيرة الشباب والرياضة ما جوليل الشاربي هذيك هي وزيرة معنى حسب ما فهمت انت مع جميعات نجي جلول وتحبوا سيني جلول انت سيطان زبري سحني نقول يا مي قالوا أنا ريتريتي صار انت تابع جميعات مجدولين الشيرني ما جولين شيرني هذيك الوزيرة تاعي الوزيرة هذيك حسب قالت لي انت سي فوزي باهية كوزيرة معناها قالت تخدم لا باهية طحفونا مزيانة تعمل 96 كيف باهي خلينا نشوف الجمهور خلينا نشوف الجمهور جمهوري العزيز انتم تعجبكم مجدولين شيرني مزيان جاوبوني لا ماجوريتي تعجبهم لا وجميع نقيه لي جون معناتها متثقفة لابس عليها فهمت لا اني با دو ريزون ما تنجمش واللي ما عجبتهمش من الجمهور باز جميع طارق ذياب كان عجبتهم الجمهور اي واللي ما عجبتهمش عجبهم جميع طارق ذياب حتى طارق ذياب معناتها حبيبي ونحبه فهمت لا ونسيتي عطاه برشا لتونس وعطاه لبلاد الكرة وكوزير معناتها انا بالنسبة لي يخدم برشا معناتها الكرة التونسية سي فوزي حتين نحبك للموكسيمون نقول لك حاجة ميقالو قولي قولي مزيان قولي قولي يا ميقالو جو سوي تري بوزيتيف مانيش بيك العام قلت انه نيجاتيف مانيش نيجاتيف انت قلت انه نيجاتيف الناس الكل لك العام مش الكل لك نيجاتيف قولي كاين بوزيتيف ما نبدلوش سي فوزي ما تسكي بوزيتيف اون لي دي بونسمون انا بالنسبه لي جيت جامي دو فلور انا بورتي تفهمين مي سكي بوزيتيف في بوزيتيف بيزي فوز مي ديما كنت بوزيتيف وتحب الناس الكل بوزيتيف اش بيو معطوك عقوبه بعامين يخبرك شدوك استنشيق انت بارك زيتي نيجاتيف ما دام تحلك بوزيتيف واش عدوك يا عمي يا مي قالوا زيتي نيجاتيف اي وعلاش عمي على خاطر القرار تخذاه ميم با 48 تور افيك لانسيدونس كي سي باسي ما خذاو ايميدياتمون سي كوم يستناو في سخطه من السماء او جا قدامنا فاز بزاف بوف بوف اضربوا يا انت عمرها ما صارت جي اضربوه وعمين انا مجرم انت ظن المجرمين اللي صاروا في عده اشياء
حكموا عليهم عندهم ساعة ما عداوا. هل تحمل المسؤولية لوداع جري؟ قول لي سي فوزي، هل تحمل المسؤولية لوداع جري؟ ماهيش لائقة بتاع مدي الجري. هل تحمل المسؤولية مثلا أني أنا كابتن خالد حسني؟ هل تكون له يد في العملية؟ أنا مي خالد حسني ونحبه برشا ونحبني برشا في دي كونترير مي أوني معناتها أون في لو بيان معناتها بور لو فوتبول تونيزيان. أوني لو جمهور العزيز بلسة عندنا سمعنا سي فوزي يقص عليك. جمهور العزيز انتم سي فوزي تحبوه يتعاقب مع مين؟ مازي جاوبوني ترى. والله يا مجرم انت والله. الجمهور اش قال لك؟ حس مريت الجمهور الكل يحبك سي فوزي وين اوتوماتيكمون حبك سي بور سا حضرنا لك حاجه مزيانه لوموكسيمون سي فوزي. حبيبي انا نقول لك حاجه. قول قبل ما نمشيو. انا جي في بوكو دو بيان بور لو فوتبول تونيزيان. جو لو سي سي لو فوزي. طلعت دي جينيراسيون دي جينيراسيون. ونوت الرول معناتها هو تاديب اللاعبين وتربيتهم وفتو لاعب مستقبلهم. وضربهم بالكفوف كذلك وضربهم بالكفوف. الملاعبيه اللي تعداوا تحت. سي فوزي وكذلك ضربهم بالكفوف. مثال تعرف قداش عندي تو ندرب. قدي. ما تعرفش قدي ليكيب جورماليستيك نتاعي قدي قدي من العام عندي برسك 40 عام مدرب 39 عام بالضبط عندك 39 عام 39 سنه يا ودي خدمنا الخدمه كلها سي فوزي ونعرفوا اللي انت بديت في سيدي بوزيد عام 77 77 77 سي فوزي حبيت نقول لك اللي احنا فرحانين بيك الماكسيموم اليوم في النوميسيون سي بور سا حضرنا لك لو ميكس ما جايب اعطينا كل لو ميكس انا فوزي بنزرتي جي با دوموندي لا كيف ناسيونال ولا حاسب كيف ناسيونال ولا حب حد شيء هكا معز انت نيجاتيف انت نيجاتيف 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 والله نيجاتيف 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 انت وغيرك وغيرك مرسي بكو مرسي بكو مرسي بكو كما ريت سي فوزي حتى من ماكايفر مغروم بيك لو ماكسيمون. ليه؟ لوسيو فوزي ابار الفيديو هذايا اللي ريتها عندنا فيديو حصري باش نعدوه اليوم. الفيديو هذايا خذيناه من عند ايمن ولدك مدونا باسم الفيديو هذايا. ايمن ولدي؟ حسب رايك شنو الفيديو؟ خذيته من عند أي من ولدي فيديو مدونة أي من عطيناه تفتوه فقال لنا تفضل وقلنا له اكسكلوزيفيتي قال لنا مازي عدوه في التلفزيون جامي فيها فيديو فيديو قديم برشا سي فوزي هذا قديم قديم ياس قبل ما يتولد ولدي اون برونسيو لوك نيسا ها باش تفرجوا فيه لوك نيسا عطينا في تي تي اوه عليا يا مراجع قول لي كاين من كبعضكم نيجاتيف قول لي كاين نيجاتيف مشد عندك بالله العظيم انا قول لي كاين من كبعضكم الاكثر والاقل مشد عف عليا عف عليا قول لي كاين من كبعضكم نيجاتيف الاكثر والاقل مشد مشد عندك مو
مشاهدينا تاع قناة التاسعة، حبيت نقول لكم ان الفيديو هذا وقت فوزي كان بيبي، الفيديو هذا ودنا به ولدو ايمن ميرا كله تفدلي، الفيديو هذا مركب واللي قدامكم هذاك مشو فوزي خوه لطفي ابن زارتي. سي فوزي بريس حنين، اقول لي سي فوزي شنو حكاية شلابك هذا؟ سي انا عارفك كبير في ياسر. والله سي با فري معناتها جيتي تري جونتي وانا جو سي انا تري تيميد معناتها فما برشا الناس ما يعرفونيش تيميد لكن لور دي مون ترافاي يفو اتر ريغورو ديسيبلين فو اتر فيجيلون مش فيجيلون فو اتر انتراكتيف و جي بريزونت با دون لو ترافاي سي لو ترافاي اي سي سا سكي مونك اون تونيزي. وي انا بالنسبه لي حتى الجماعه توا اكتوالمون سياسيين الكل يسون ترو كول اور شلابق با ساعات لازمه لازمي معناتها من غير شلابق تيم با ريوسير سي فوزي يعني شلابق معناتها بالكف ولا من غير كف لسه حنين مي يفو اتر تري دور تري ريغورو معناتها اون با ريوسير معناتها في اي دومين معناتها ولا في المجتمع ولا في مؤسسه ولا واحد اي دف كونيت با تري ريغورو ني با ديسيبلين ني با ديسيبلين راك مشيت البلاد في داهية والمؤسسات في داهية وكنا في داهية لو سي فوزي انت تو تخدم هنا جو ترافاي سي ترافاي بروني دو لا بي جو ترافاي تي ديسيبليني ولا با ديسيبليني ترو ديسيبليني جو ترافاي ويتر جو في ويتر طلع عزب كلمك مع عزب غربيه هاتي كورد تابليك ولا تابليك بيان سور مي لو سي فوزي ما دامنا نحكيو على شلابك اش قالوا لك لو كان نمشيو للفقره التاليه نتاعنا اللي هي مافيولا سبيسيال تاع شلابك نعدوا لك مثلا انك شلبوك وانت تعمل لنا تحليل تاع شلبوك هذا لك نسيا اعطينا في تي تي يا ودي مرحبا شنو تحليلك سي فوزي ترى قول لي شلبوك هذا شنو كيفاش تري معنا صحيح خرج في وقته مش في وقته مزروب شويه لا بالعكس معناتها تعس الا بجمع الفوضى الا موجوده في البلاد التونسيه الفوضى الا موجوده الا ما فماش معناتها هيبه الدوله خاطر الباجي قد سبسي تكلف في هيبه الدوله مال مالوريزمون اون سون لكن يا با هيبه الدوله معناتها تجي موظفه نابورتكي تضرب معتمد سا سي غراف اذا ما نكنوش من المواضيع هذوما ما تقولش معناتها اني با ديسيبلين اني با دريغور في البلاد راي البلاد ماشي في داهية وفي هاوية. إيسا بالنسبة لي سي ترو غراف. يا بارتو دو لا وقت البوليسي مش محترم ونوصلوا معناتها نهينوا راجل الأمن راهو سي غراف. الأمن راهو يمثل هيبة الدولة. فهمتي وهذه قالها بورقيبة. لو سي فوزي سامح شخص عليك لو سي فوزي سامح شخص نحكي لك حكاية مي قالوا. احكي لي حكاية خشمي بري. نحكي لك حكاية مرة جاء معناتها وزير الداخلية قال له عندنا حادث بسيط قال له شنو الحادث البسيط قال له راهو فما مواطن اعتدى ولا ضرب معناتها بالسكين ولا بحاجه عاون امن قال له سيكراف تعرفش قال له برقيبه شقيله برقيبه ما تعرفهاش ما خلتش عليه عادي نقطه قال له هذا تشنقوه قبل ما تحاكموه معناتها بوردوني معناتها سي كاركتيريزي سي بوردوني سي فوزي سامحني شقص عليك هوني سؤال بري ليتا سي ني با دوتوريتي دي ليتا راهي البلاد ماشيه في داهية انا نقولها سي يوسف الشاهد نقولها معناتها الجميع الوزراء راكم معناتها ماشيين باش تهزوا البلاد في داهية اذا ما عندكمش اوتوريتي نيسيسير بور سوفي سي بي سؤال بري سي فوزي زعما شبيه المعتمد ما رجعش الكف نتاعو زعما تقول انت اللعبه مش في التيران نتاعو وقتها يلعب في التيران نتاعو مش قدام جمهوره بي سير فما جمهور نتاعها هي هي لعبه في جمهور ما القلاع عندها هي خاطر وقتها هي عندها جمهور بي سي فوزي نمشي اوتوماتيكمون لو شلبوك نيميرو 2 بس نزلت معاك انا نحكي معاك تكذب نحكي معاك فماش ضرب جزاء هوني سي فوزي سي فوزي ما يضركش فما تسلل كيفاش مد يده في القهوه لا فما تسلل لا ضرب الجزاء بيه تاع نعاودو بلا لونتي تاع شوف 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 الحكم كيفاش دار له من غير شوف الحكم كيفاش دار له غلط حكم الرابع سي فوزي هذي حكم الرابع ما دارش في وقت بيه مش مشكل سي فوزي نمشيو اوتوماتيكمون مي قالو تو بيض غسيل انت تحب تقول لي كنت نعطي في الشلابق نو 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 حبيت ناخذ رايك سي فوزي هذا صحيح ولا هذا تحب تقول لي بيه سي فوزي سي فري معناتها لوسكو معناتها في وقت من الاوقات معناتها يا في معناتها ساعه بيه نمشيو للشلبوك الثالث نشوفوه تاع في الموفيولا
هذا محمود البارودي حسب ما يقولوا في الفيديو اللي هو اعتدى على سيد تاع لافاج. حسب ما ريت لعب للجمهور لافاج ما يخدمش. سير بارودي وما يجيش سينيور يضرب منين ما يجيش. في الوقت الحاضر معناتها كل وقت ووقته انا بالنسبه لي تو بور لو مومون با لو دروا ما عندوش حق باش يضرب. معناتها نخليو الحكايه عند الكناس معناها. اه؟ نخليو الحكايه عند الكناس وهي تنظر في الموضوع. نمشيو في النهايه سي فوزي مع الشلبوك الاخير. الشلبوك. هذا سي فوزي يتسمى شلبوك الي روتور. هذا شلبوك الي روتور معناها ما عطاش الفرصه بين الي وروتور. شوف نتصور وديع جري عنده علاقه فيه. لا لا مش وديع جري. انا بالنسبه لي نحب ياسر نساء. مادام امراه ضربت راجل. على خاطر عندها حق. مش مرات تضرب راجل اذا ماهيش محسوسه. واذا خرجت فريمون معناتها قالت الاعتداء ستوب. هذيك عندها حق باش تضرب راجل. سي فوزي. وانا موافق. سي فوزي عندي شهوه برسي حنينه ما تقوليش ليه. برسي حنينه خلينا نطلع بالاودونس. قوم اعطيني شلبوك سي فوزي. قوم اعطيني شلبوك سي فوزي. كان جيت نجم سي فوزي نجي كان. ما يسالش اعطيني شلبوك. ايه سي فوز برسي حنينه خلينا نطلعوا في الاودونس اعطيني كف سي فوز برسي حنينه اعطيني كف سي فوز برسي حنينه اعطيني كف سي فوز يخليليش في قلبي برسي حنينه سي فوز برسي حنينه ودي برسي حنينه سي فوز خلينا نطلعوا في الاودونس برسي حنينه سي فوز برسي حنينه مازال سي فوز برسي حنينه اعطيني كف سي فوز شي سي فوزي والله ما فهمت سويت قالوا لي لو كان سي فوزي يعطي كف في النوميسيون هذه نخلصوك في الشهر نتاع ديسمبر. برس حنينة قوم يا سي فوزي واعطيني كف. برس حنينة يا سي فوزي قوم واعطيني كف. برس حنينة يا سي فوزي قوم واعطيني كف. برس حنينة. عارف اشرب كسمة. اشرب في عقلك يا سي فوزي باش يجيك كف ممتاز الحنين. يا سي فوزي برسي حنين اعطيني كف ماذا بيك باليد اللي فيها الخاتم يا سي فوزي عم تاخذ كاسي سي فوزي برسي حنين اعطيني كف خلينا نطلع في الاوديونس الاوديونس تاعك طلعت اعطيني كف خفيف كف خفيف كف خفيف شلبوك يا سي فوزي اعطيني كف شلبقني يا سي فوزي 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 برسي حنين شلبقني يا سي فوزي برسي حنين شلبقني يا سي فوزي برسي حنينة شلبك ميسي فوز ميسي 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 مرسي 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 فريمون سي فوزي الشلبوق الشلبوق راهو اسمعني نقول لك حاجه بنت الله والله العظيم تمنوني والله ما ما عطيت شلبوق كان بالنسبه بالناس اللي نحبهم خاطر واحد ما تحبوش تكلموه ما تعطيش اهميه ما تدورش بيه ما تدورش بيه ما تدورش بيه اللي اكسترمون اوت اوت اللي تحبوا وتحبوا يطلعوا وتعرف اللي عنده امكانيات وتعرف اللي عنده مؤهلات معناتها ابارتير دو لا تبدا تغلي بينك بين نفسك بوركوا معناتها سي جوار ينا با دوني معناتها اللي طالبوا انا منه ابارتير دو لا نبدا نغلي 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 معناتها فريمون معناتها نولي معناتها فور معناتها والله امنوني الا بتدر عطيتهم معناتها شلبوك كيما يقول قالوا معناتها سي سو معناتها احسن ناس نحبهم معناتها شلبوق هذاك بالنسبه ليا نعطيهم للناس اللي نحبهم ما نعطيهمش للناس اللي كلكا كي ديفيرون اللي ما تعطيش اهميه وما تعطيش قيمه ما تكلموش اصلا ما فو با تدري سيدري 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 اكزاكتومون معناتها وان شاء الله يسامحوني وكلك سوا اكس ولا معناتها دي جون معناتها كي سون بيان كلك سوا ولاباس عليهم وفي اعلى مستويات وبارك الله فيهم الا نون با توني رونكول على خاطر يعرفوني هذيك جايه من محبه مش من كره فهمتي وجيسيت ان سال اكزومبل اعطيني اكزومبل شكون ضرب سي فاز ان سال اكزومبل قيس العقوفي كي جي لام بيان و جي لادور
ونحبوا برشا في الدوله معناتها صارت فرا فهمتي ما تعطيتو ما تستحق كف عطيتو كف ما شريتش عليه كف لكن ينا بات ني رونكونت والحمد لله معناتها قيس العقوبي توا من اعز الناس اللي نحبه وهو في اعلى مستويات سا سي بيان سا مي في بليزير معناتها انا معناتها بالنسبه لي نكون رجال نكون ناس معناتها اللي يكونوا محترمين واللي يكونوا معناتها في اعلى مستويات ويوصلوا معناتها باش يأديوا الرساله لأن بكنا هنا على وجه الأرض باش نأديو رسالة معينة والرسالة هذيك في الدولية يلزمها توصل لازمها توصل ونعاونوا في الدولية الأجيال الحاضرة والأجيال نتاع المستقبل إتسترا معناتها سا سي امبورتون المشكلة نتاعنا الأساسي اللي واقع في تونس كونه معناتها مثلا معناتها الجنراسيون أنا توا نقول معناتها في حتى في قعدات ولا في واحد نقول لهم انتم جينيراسيون نتاع بن علي لان معناتها التكوين ما كانش في مستوى والتعليم ما كانش في مستوى واحنا الا نقصيو تو الوقت الحاضر سي فوزي سامحني شكون سالك لا لا ما تسامحني ما تقصش عليك ما دير حكيت على سياسه لان بالنسبه ليا التعليم معناتها سي تري امبورتون فهمتوا العائله اللي تري امبورتون اذا ما نوصلوش لحد من حد معناتها باش نوقفوا التيار هذا نتاع الانتهازيه وكل واحد أعطيني راسي ما يهمكش في البقية إذا ما نوصلوش نهار من نهارات نوصلوا نقموا كونوا للمجتمع التونسي فيه خنا قايمة فيه والمستقبل تونس وكيفاش تقدم تونس في الدولية راهو سيقرب سيبوز دو انتي النقوز هذا شنو ما تختر المعمل اللي قدامنا ذاك حكاية فيه اسمعني سيبوز تو انتي هزيتنا للسياسة ونعرفوك مغروم بالسياسة أنا سياسي ما تخلقت لا تخلقتني سياسي هويتي سياسي صحيتي إذا تقولش لي هويتك ماشي كورة راهي سياسي هذاك علاش سيبوز احنا سألنا المواطنين وقلنا لهم شنو رأيك ولو كان فوزي بن زرتي يولي يحكم في البلاد في الروبريك تاعنا اللي اسمها فوق التروتوار نوميسيون عطينا روبريك في تي تي كان جي فوزي البنزاتي رئيس البلاد زعما كيفاش تولي حاله العباد الكل شادتني عليه يضرب الكفوف احترق على البلاد عليه بالكف لا يظني تولي نرجعوا للوقت الزين على خاطر ديكتاتوري مع جواراتو الوح مش نولي ونشدوا اثنين يظني كان فوزي البنزاتي شد رئيس البلاد زعما كيفاش تولي حاله تولي طلب 5-4-1 تونس شنو معناها 5-4-1؟ معناها سكر ديفونس ويلعب على تاك شخص كان ينحي وزارة الدفاع ويرد وزارة الهجوم شخص كان يشده هو نولي كل كي بوزيتيف البلاد هي بطبيعتها داخلة في عيد وفوزي بن زرتي ديكتاتور والبلاد يلزمها ديكتاتور كما فوزي بن زرتي يعطيوها الدنيا كل كان جايش على خاطر يجم يعمل حرب مع البلدان الكل ما تصلحش رئيسي فوزي التنرفيز نتاعك ما يخليكش تكون رئيس يا خليها البلاد هي كل كي نيجاتيف خلي زيد شدها فوزي بن زرتي يحطوا له العصا في العجله باش ترسلوا الراجل ماشي البور دو فرانس وياخذ في تاكسي ليبيا ويجيب في العجالي من ليبيا البلاد تولي نظيفه تتلالش عليه خاطر اني رادا بوزا شوتها مسيو فوزي شنو تعليقك على السيد اللي قال عليك دكتور تور هو معناتها يا كلك شو تري بوزيتيف سيرتان مو معناتها نحترم جميع الاراء فما اللي قال ديكتاتوري جي سوي با ان ديكتاتور ما مستحيل انا جي سوي تري ديمقراط ونحب الديمقراطيه فهمت ولا لكن ديمقراطيه عمرها ما كانت فوضى ومرة ما كانت تسيب والديمقراطيه راهي ابليكاسيون دو لوا تو سامبلومون معناتها كيما في جو في معناتها اما تسيب وعجله تشعل وناس تسكر كياس هذه معناتها ماهيش ديمقراطيه سامحني فيها دور 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 راهي فوضى راهي فوضى راه اون با جيري لو بيي فهمت لا افيك ما سكي سباس اكتويلمون لا تقول لي فهمت لا حبيب الصيد فهمت لا معناتها لا حبيب مقال ولا حبيب بقايا الكل انت صيب توتال لا تقول لي تونتو جي سي با معناتها تو معناتها يوسف الشاهد اكتويلمون فهمت لا ما تحسش كيليا معناتها بوكو دريغور شنو واحد يسب فهمت لا رئيس وزراء ويسب الاخر وكذا واحنا نتفرجوا سي كوا سي كوا سي كوا وينو سي باجي قاعد يسب في قناه هاي بالدوله وين بيه سي فوزي مدام نحكي على السياسة مدام نحكي على السياسة سامحني جو ريغريت سامي في مالو كور تشوف البلاد معناتها ماهيش بلاد
فهمتي؟ إيروزمون ونشكر قوة الأمن ونبوسهم ونعنقهم وتوسكو تفو على الشيء اللي عملوا فيه. وكان ما جاتش قوة الأمن صحيح واقفة بضع البلاد راي البلاد مشات في داية بارتكو فانتو لا إن يبا دي كوفرنمون إن يبا دي شعب عن تكيدو تسيق جمهور تسيق جمهور إن يبا دي كوراج إن يبا دي رجور تسيق جمهور فهمتي هيا ما بعدش بيقالوا راهو سمعت نحسوا بالالم نداء نحسوا بالالم نحسوا بالمراره نحسوا بالوعي يا اخي ابو زيد لا معناتها امتي في طومبولو ولا تيكيت سيتي ان كابابل اخرج يا اخويا اخرج ما عندكش لو داس وما عندكش لو كواس اخرج انا نخرج جي سي با كي اخرج انت بيان سور اذا ما عندكش كوراج ما عندكش اوداس ما عنديش كوراج عندي بولو بالنسبه ليا معناتها انا بوليتيك ولا وزير اذا ما عندوش كوراج وما عندوش اوداس بور افرونتي تو لو بروبليم فهمتي يكلكيت سون بوست صحيح شنو مشكلو مادام نحكي لا يدير انت تقول انا نقول لك حاجه ميغالو سي غراف كي سباس اون باي دون لو باي سي غراف هيروزمون كو الشعب التونسي والمؤسسات والمجتمع المدني اللي لا هيروزمون والمثقفين اللي لا هيروزمون كو لا فام تونيزيان اكزيست اكتويلمون تسمع سميرة تسمع سميرة تسمع شقالت عليك لو فوزي مادام حكيت على لي بوست على التشكيلات خلينا نحكي شويه سبور ولاصقوا شويه بالسياسه سي فوزي حسب رايك انت شنو هي التشكيله المثاليه نتاع كره القدم اللي نجم يكونوا فيها سياسيين معناها تشكيله كره القدم للسياسيين اعطيني 11 نجم يكونوا موجودين في التشكيله هذه هذه التشكيله تحب انت تكون رابحه ولا خاسره بيان سور حبه رابحه سي فوزي عامل عليها ورقه برومو سبور وصدق با كونتر شكون باش تلعب نمشي نلعبوا بها كونتر ريال مدريد نحب تشكيله كاسحه من عز ما عندنا جوارين وسياسيين في تونس اي سي تا بروبليم مونستر باه نبدا مثلا باس ان بروبليم بالنسبه لي كبير التشكيله دي كونتر كيفا الفا جوي كونتر لو بوبل نو سي با كونتر لو بوبل اون بو با جوي ان ماتش كونتر لو بوبل جوي لازم نلعب وانا وياه وبور لو بيان دو بوبل صحيت بور لو بيان دو بوبل لازم البوبل هذا يشجع الجمعيه هذه مثلا بويسك كل واحد منهم يدعي اللي هو بور لو بوبل به هو شعارات ما تبش يهز ضعفاء الحال والمناطق المهمشه اي خلينا في التشكيله سي فوزي شكون تشوف حارس مرمى التشكيله في التلامع اي تشكيله راهي معناتها خاسره به ما يسالش هات خلينا نختاروا في الخاسرين شكون نجم نحطوه في الجمعيه كله بدي بلاف يا كدي بلاف يا با تشريو بوركوا بوركوا ها باش نحكي لك قول لي ده انا مازال باسكو معناتها بوندون معناتها 20 ولا 23 في الدوله معناتها ما خلقناش رجال سياسيين وما نعرفهم حتى على خاطر في الدكتاتور تعرفش معناتها الدكتاتور دكتاتور مو معناها الدكتاتور هي المتواصلة لا 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 يا ميغالو با ليدرشيب ميم في الكورة بيرسون ني مونت حتى ما يطلع صحيح وحتى اسم ما يطغي صحيح وقت اللي انت تهز فتولا شامبيونا وتهز شامبيونا دافريك وتهز شامبيونا دافريك اسمك كبر 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 يفوق وانت مساكر كيتورات ميم في الفوتبول ميم في الرياضة معناتها أي اسم يطلع يلزم نمحيوه هذه هي الدكتاتور سي بور سي لا بوندون معناتها بيريود معينة راهو معناتها أون با كري دي زون بوليتيك سي فوزي أعطيني أوموا جول جول أعطيني شكون نحطوا جول في التشكيلة هذه تاع السياسيين القطي نتاع نيدا تونس إيه القطي تاع نيدا تونس حطوا جارديا ولا أكبر من الجول مش طويل اتسترا فتولا معناتها هو يعمل في باراد على اليمين وعلى اليسار مي إني با افيكاس مش مشكل هذاك اش عامل عبرك حال به ظاهر ايمن سي فوزي شكون تشوف ظاهر ايمن سعيد العادي به سعيد العايبي به تاع الصحه به وظاهر ايسر سعيد العادي وقت لو حب يوقف معناتها الفساد هذا شنو على مي اوت تسمع معناتها في تونس كل واحد يحب يشد السكه لا اوت معناتها خاطر انت تفكري انه باش تخلق لنا مشاكل انت باش تخلينا العجال تشعل العجال ياك قلت عجالي سي فوزي دور 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 جيت لي عجالي سي فوزي وانت خليت لنا عجالي سي فوزي حتى ولينا نجيبوا فيهم اللبس سي فوزي ما بدلش
يبدل العجالي من نورمال نبدل العجالي بدل اللي تو نمشيو للظهير الايسر الظهير ايسر حمل همامي حمل همامي بيه اما ذاك تجيب معاه باز راضي حمل همامي ايسر يقعد ايسر لا 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 وشكون معاه في اللاكس فوزي في اللاكس شكون نحط بنتيشا وسمير بالطيب بيه هذو باهين وبيفو شكون نحط بيفو بنتيشا برا الكرام تساعديها هي حبه كيك تشكيله بعد نشوف نحكي في الخطه من بعد هات نجيبوها ماذوما كونفوكي من بعد نحكوا في الخط باش تحط حكيم حمودة حكيم حمودة ها؟ اللي كان وزير المالية شكون بجنبه؟ واحد برك علاش تحبني نلعب ديفونسيف؟ علاش تحب دو بيفو؟ تو فيكم تعرف تلعب دو بيفو يا ودي باهي وشكون؟ تعرف معناتها 94 وقت اللي لعبت موازنة كوب دي كوب دافريك كونتر الزمالك لعبنا ان سيل بيفو ما لعبناش بيفو وشكون بعد بيفو شكون قدام؟ باسكو معناتها لوبسيون ايفونسيف معناتها تحب انت تقحم حياة وتقحم المجتمع هذا ويلزمه يتقدم الهجوم يلزمك تسجل اهداف ما تسجل الا ما تكون هجومي هجوم اما تكون دافع لان عجله شعلت من هنا ومظاهره من ثلث عجله هذه تحكي عليها وتقعد على ديفونسيف هذه ثلث عجله راك باش تمشي في داهيه عجله اخرى نمشي بولو ديفونسيف بيه سي فوزي شكون ديس تشوف شكون الديس الديس مش الديس تاع المرشينوار الديس شكون الديس شكونو؟ الديس نمرو عشرة شكون سي فوزي؟ عشرة الباجي قايد سبسي ما لازم تكور الصباح باش يجيك كذا بيه سي فوزي قدامك باش نقول لك علاش الباجي قايد سبسي قولي خاطر الميليو تراه لازم واحد محنك لا في الملاعبية دون زا تران دو فوتبول ولا في المجتمع واحد معناتها يمكن برشا ناس ما تعرفش معناتها فما كاركتيرولوجي معناتها دي لاتر هيومان لازم يكونوا فلاجماتيك احنا في تونس بس عاد نقولوا فليجم شو نقولوا؟ شو نقولوا؟ انسان بوالي قول فليجماتيك على بعض ساعات تحس بيه بوالي لكن قول الي سوبر انتليجون كي سي اجيغ ما يتغشش يقبل السبه يقبل الاهانه يقبل كذا لكن يسي اريفي ا سون بوت فهمتني؟ فهمتني؟ الملي ترى مثلا معناتها نمرو 10 الا كيف جوري معناتها وشكون تحط اليه قدام؟ اليه ريزيليه شكون ريزيليه؟ ريزيليه باش نقول جوانح جوانح شكون باش تحط في جوانح؟ ناجي جلول ناجي جلول ها؟ شكون معاه؟ مهدي جمعه مهدي جمعه قعدوا لنا توا زوز بونت القدام نفدمي وبيتو شكون عندنا زعما نحطو؟ باش نقول لك محسن مرزوق بالحاج علي منظر الحاج عليه منظر بالحاج عليه المشكله سي فوزي في منظر بالحاج عليه لازم نلقوا له شورت في كبره مش سي يا ودي يا ودي مهاجم روزي اما تسمع في البلاتو ما يعرف كان يهاجم ما يعرف كان يهاجم معناتها اون ا بيزوان ديجا نقول لك حاجه ميغال اون ا بيزوان اون ا بيزوان وقت لا نيدا تونس انت باش تخلق وبلجي قايد سبس معاه بلجي سيادة الرئيس اكتويلمون وقت في كذا نقعد معاه شو قول له سي الباجي راك عملت ديفونس عملت ميليترا ناقص مهاجمي ناقص مهاجمي سي فري سي فري وقتها فهمت لي بيريود وقتها احتكاك كبير بين معناتها الامور السياسيه بين النهضه ونداء تونسود قلت له التيفو دي زاتاكون معناها اللي فهمته سي فوزي اللي تقعد مع الرئيس هذه قلتها له معناتها قلت معناتها عملت ديفونس شو معناها تقعد مع فهمت سي فوزي معناها انت تقعد مع رئيس الجمهوريه نقعد مع شكون؟ معناها تقعد انت والباجي قايد السبسي نورمال برسي حنين عادي جدا سي فوزي برسي حنين كان قابلته ما انا جاي كيتقابلوا سي فوزي حنوت ملاوي ولا حنينه برسي حنينه قول انا ما نقولش انا نحب تونس معناتها ما حسيتش بحاجات شخصيه وجي جامي ديمونتي كلكو شوز بور موا هذا معناتها اي انسان في العهد السابق انا جيتي لامي دو تو الموند حتى الزين كان يحبني بالاحسن كان حبيبات وصحاب وصحاب مي جي جامي ديمونتي ان سيرفيس اكي كون سي فري جي سي انا نحب لو بيان دو تونزي جي شيرش ريان دي تو مو سي جي شيرش ريان دي تو مو جي شيرش انترفاي جي تروفي انترفاي في حياتي عمري ما طلبت سيرفيس دي كلتا صحيح سي فوزي نعرف هذا الكل انا عقبوني تو عامين لطف عليك سي فوزي كفاره ان شاء الله سي فوزي بعد كيف جاتهم هديه من السماء حتى 24 ساعه ما عداوهاش هاو لستيني في نهار ثلاث سي فوزي هاو بوب سي فوزي هاوب عامين هاو لستيني هاو عامين قل لك حاجه قولي 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 انا كي مشيت المغرب مني مشيت ليبيا كيب ناسيونال ومشيت المغرب في الرجاء وقت اللي معناتها الكوب دي موند
أنا اللي عملته إشهار لتونس وصمع لتونس أكثر من أي سفير معناتها في الجمهورية التونسية ما لا تخلقه في الجمهورية. نذكرك سي فوزي كيكلمك الملك غادي كتعمل يا ودي أنا أقول لك حاجة الناس لازم تحترم وتقدر الناس كي أون سيرفي سي بيي لا مي مالوريزمون أنا عملت غلطة وجي ريكوني غلطة خاطر جيتي بروفوكي ويهانا أنا جاك سي بتسعة جي رياجي فيولامون داكور جو في با ما عنديش حق دكور نقزو على لوكازيون اوب عمي فوزي بنزرتي شدونا في جهاز يا رب عمي انا مع 10 سنين فوزي بنزرتي تيمي دي ريان ما عندي حتى مشكل فات سكي فو فولي فوزيت ليبر فهمتني انا في المغرب معناتها نعمل على 5 معناتها 3 سيمان في 3 سيمان فما وزر في المغرب اش قالوا قالوا فوزي بن زرتي وحد المغرب وحد المغرب ديكلاراسيون انت كنت عامين رقريت ملك راهو سي فوزي كنت عامين يقول لك فوزي بن زرتي وحد المغرب انا في تونس رغم اللي عملته كل شيء وسترى اللي راعي معناتها شنو طلعت لهم اللي طلعت شنو معناتها الافراح اللي دخلتها على الجمعيات التونسيه الكل كسوا كلبيسيه كسوا مكشخين كسوا معناتها توليس هذا قول معناتها انكزيست با سي بور سولا كو جو دي راهنا احنا الله غالب علينا ما نستعرفوش بالناس اللي خدمت البلاد هذه راهو سي غراف راهو معناتها مرة سي غراف الحمد لله جي سوي بيان اكيليبي جونور هنا فوزر انا نقول حاجة ابليكي للوا اذا عندكم قانون يسمح لكم باش تعاقبوه عاقبوه جي با بروبليم اوكي اوكي سي فوزي دونك توا الكنيسة عاود يعطينا تشكيلة الفريق اللي قلت عليها حارس مرمى القطي ظهير ايمن سعيد العادي ظهير ايسر حامي امامي فلاكس عندنا بنتيشة سمير بالطيب في بيفو حكيم بن حمودة عشرة البيجي نجي جلول وعلى اليسار عندنا شكون على اليسار مش مشكلة تحطوا جمعة محسن مرزوق ومنذر الحاج عليه قدام سي فوزي مادام نحكيو على الكورة توا عندي سكوب ليك سي فوزي حس ما فهمت سي فوزي وحس ما قالوا لي في الحمصه نتاعي اللي انت دورنير مون حليت اكاديميه في المستير ما تقوليش باش تستقل سي فوزي وتعمل جيش وحدك على روحك بالعكس انا جو سونتي سي فري اوبارافون معناتها اون فورمي ديزونترنور انت ما تعرفش حاجه مي قالوا شنو هي قول راهي اول بلاد بدات تخدم في الرياضه هي تونس راهو من 56 راهي الرياضه في تونس ودي قلت عدة مرات وما نسالش كي نعاود راهو معناتها في العهد هذاك قعد بورقيبه سبور اوبليغاتوار بنات وولاد هو سبور اول معناتها بديت تخدم في الرياضه وتخدم في المدربين والمدرسين تاع الرياضه قبل في العالم العربي والاسلامي والافريقي هي تونس السبور في تونس هو اللي عنده معيار افريقيا تحب ولا نكره حبه وكان يمن كريه في الفولي في الباسكت في الفوتبول في البيت في كل شيء الناس تغير منه التكنيسيا التونسيا ولا المدرسين وشو راهم عملوا إشعاع في كامل تراب من العالم العربي سيبور سلاك ونكزيز باسكو عنا دراسين عنا ديزاسيز عنا ديباس خلقناهم من 56 في الدولة معناتها هذه معناتها الناس يلزموا تعرفوا ويلزم معناتها إيه لكن سي فوزي شنو هي علاقة الأكاديمية نتاعك بتقولي سيكونسيز احكي لي على الأكاديمية احكي لي على الأكاديمية على الأكاديمية الأكاديمية معناتها أوبارافون أون فيزي معناتها حتى جاونا من الخليج يتعلموا عنا من السعودية ومن الإمارات ومن تحب أنت ونعرف جيكوني دي جو إلا قراو هنا في تونس تعلموا وفي الافريق في الافريق فما الناس قراوا في الانستيتيو دو سبور نتاع قصر سعيد ولا وزره معناتها عندي لي نوم تاعهم قراوا معايا ولا وزره في بلدانهم انا فورمي ديجا فهمتي مي مالوريزمون ابري ان سيتان تان بعدنا على الفورماسيون بعدنا على التكوين توريتني سامحني في كلمه سي فوزي ريتو عبد الليل اللي قدامي كان حبيب بولت سعاد حبيب ما قالوا جيت بحذاك للاكاديميه وعديت ستاج مؤهل للتدريب في البوندس ليغا حبيت نقول لك يعطيك الصحه على الاكاديميه اللي عملتها هذه اللي باش يخرجوا منها بحول الله العديد والعديد والعديد من الممرنين حبيت نقول لي بعد الفورماسيون اللي عملت انا بحذاك في الاكاديميه نجم نقول لي انا وليت الان ممرن منحرف وتعمل لك مزيه سي فوزي لو كان تعطيني الدبلوم تاعي ميرسي بوكو سي فوزي ها باش نعطيك الشهاده نتاعك بارك الله فيك سي فوزي شفت الشهاده نتاعك ميرسي بوكو سي فوزي.
يعني اسمعني سي فوزي، معناها تو تعرفوا الشهاده هذه ايش تقول؟ ايش هذا السيد فوزي بن زرتي بان السيد حبيبي قالوا تلقى تدريبا مؤهل لتعاطي نشاط مرة كرة القدم منحرف في مختلف بطولات الان. معناها تو اسمعني سي فوزي، سي فوزي تو نجم الريني يا جماعه. ميرسي بوكو سي فوزي، ميرسي بوكو، ميرسي بوكو. معناها حتى كان تردوني التاسع نجم نولي ممرض. نحطها لك قدامك باش تبدا سي فوزي. نجي نعملوا مع بعضنا تصوير انا وياك وشهاده سي فوزي. برسي احنا نكملوا التصوير هكا. لا لا انت منحرف. باهي اوكي منحرف سي فوزي، منحرف لكني نحبك سي فوزي لو ماكسيمون. حبيت سي فوزي نقول لك ميرسي بوكو على حضورك للميسيون نتاعي، الحلقه الاولانيه نتاعي سي فوزي. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو سي فوزي. هاك مازلت قاعد معانا وبتستقبلوا بعد الفاصل سميرة. ميرسي بوكو. ما نجم تعدى من غير ما نبوسك. ربي يخليك سي فوزي، ربي يخليك. ميرسي بوكو سي فوزي، ميرسي بوكو. عزيزي المشاهدين، عزيزي المشاهدين، عزيزي المشاهدين، عزيزي المشاهدين تاع التلفزيون، اقعدوا معانا ما تمشوش، نمشوا بلوسيتي ثم نعود وتو.